نيابة عن الجميع وكل أخوان اللي عملوا هالموضوع أن أتقدم لسموك بالدرجة الأولى في الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لسموك بدعمك وإصرارك على أن يتحرر الشباب من الظلم الجائر اللي كان واقع عليهم وأن نرجع نلعب بكرامتنا. فلولا دعمك يا طويل العمر ولولا توجيهاتك وإصرارك على أن نعود نلعب وبكرامتنا دون أي مساس لسيادة البلد ودون أي مساس لدستورها لما حدث ما يحدث الآن. فلك كل الشكر والتقدير يا طويل العمر، وللأخ جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي أيضا كل الشكر على الدعم الحقيقي والنظر لموضوع الكويت بإنصاف وبعدالة. فمشكور يا طويل العمر. الحديث هذا كله what he said the speaker of the parliament excellency it's concerning your efforts. He is praising the efforts which you have played in this issue and he is thanking the His Highness the Emir and he started to thank His Highness the Emir but he meant you. The majority of what he said concerns you and thanks for you. He is a top man. هذا رجل عالي. And I agree with you. جزاك الله خير.